السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورينا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومضيق زي منور وتدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. زي ما عودناكم طبعا بكل جديد في جديد في الحلقات بتاعتنا، اتمنى منكم كلكم منكم تشاركوا الفيديوهات بتاعتنا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير طبعا، واي حد عنده اي مشكله يكتبها لنا في تعليق باذن الله هنرد عليه في حلقات. تحياتي لكم جميعا. هنتكلم النهارده يا جماعه بناء على المسابقه اللي احنا بداناها امبارح. الحمد لله المسابقه كنا عاملين لها مساحه 3 ايام، خدت يوم واحد بس، ناس كتير اشتغلت وناس كتير شاركت معانا الفيديوهات. في ناس زعلت من اللي احنا بنعمله، ده للحرية، هو حر يعمل ما يعمل ما يعملش طبعا للحرية، لكن في ناس طبعا حبت تشارك معانا. طبعا هو الفكرة كلها ان احنا مش موضوع كربح وككلام من ده، الفكرة كلها ان احنا موضوع ان احنا نعمل تفاعل للقناتين، نخلي القناتين يشتغلوا، نخليك انت كمان تاخد الحاجة هدية، نخليك تربي من غير ما تدفع فلوس. طبعا ده المبدأ اللي احنا بنفكر فيه وماشيين عليه. طبعا في ناس ايام امبارح دخلت يا جماعة، كان في تحدي جامد، ناس بدأت تشارك الفيديوهات، ناس بدأت تعمل. دلوقتي طبعا هنقول على اساميهم واحد واحد اللي شاركوا معانا، بس في ناس المشكلة ان هي فهمت الفكرة غلط، وفي ناس فهمت الفكرة صح. في ناس شاركت من على قناة تدريب كلاب البحيرة وسابت قناة تدريب كلاب ومضيق زمنهور، وفي ناس شاركت من على تدريب كلاب ومضيق زمنهور وسابت قناة تدريب كلاب البحيرة. طبعا برضو كانت ديت عبارة عن اخطاء، لكن اللي احنا اتبعناه ورصدناه من المشاركات ناس معينة طبعا اللي هي اشتغلت هنا وهنا، وطبعا بالمعاد كمان. فلو احنا قلنا دلوقتي على التقييم وقلنا على اللي احنا الشخص اللي هو ربح معانا المسابقة، فحضرتك يا ريت تبقى تخش لو انت زعلان ان انت مثلا ما نجحتش او كده. بس طبعا لسه الفرصة طويلة قدامنا، لسه هنخش على مسابقة الحمام ونخش بعد كده على مسابقة الكلاب. فخش وشوف، هتلاقي فعلا الشخص اللي احنا هنقول على اسمه هو اول من بدا يشارك وبدا يتفاعل مع الفيديو اللي احنا نزلناه. الظاهر من الواضح ان هو كان قاعد على فاتح اليوتيوب ومنتظر اي حلقه احنا ننزلها. المسابقه يا جماعه كانت بين الاول، كانت المشاهدات اللي هي يعني الحاجات اللي هي الشغل الجامد قوي كان بين زياد هشام وعبد الرحمن اللواني وكريم نعمان، تمام، وسيكا بك، ده اسمه سيكا بك، تمام، وتربية كلاب الحراسة، وأماني شير، وأحمد توتو، وأحمد إبراهيم، واحمد ماهر، ومحمد كولي، وزا بومر. زا بومر يا ريت يا جماعه بعد كده، اتمنى من الناس اللي متابعانا على القناه اللي هيخش معانا مسابقات يا ريت يكتب اسمه بالعربي، تمام، لان كمان بيبقى كاتبين حروف ابجديه كده او حروف انجليزيه مش مجمعين حتى كلمه، فيا ريت تكتب اسمك بالعربي، ده هيبقى شرط المسابقه الجايه باذن الله. اسم تكتب اسم الكومنت بتاعك او الاسم الاسم حضرتك بالعربي، او تكتب اسمك في الكومنت اللي انت بتكتبه علشان نعرف اسم حضرتك بالعربي ايه. طبعا يا جماعه الناس اللي احنا قلنا على اساميهم دولت او على اسامي القنوات بتاعتهم، الناس دي اللي اشتركت معانا وفعلا اشتغلوا بسرعه وبداوا من ان هم ينتجوا مشاركات وينتجوا تعليقات، وطبعا اشتغلوا شغل جميل جدا. اللي احنا رصدناه وحطينا عليه كذا نقطه، وباذن الله هو يعتبر اللي ربح الاول واول واحد بدا المشاركه. يعني تقولش ان هو كان واقف قاعد مشغل القناه بتاعتنا ومنتظر الفيديوهات لما تنزل، ده اول واحد بدا المشاركه. احنا طبعا ما نعرفوش. اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا طبعا هنسلمه جوز العصافير بفيديو هينزل قدام الناس كلها، تمام، وهيشوفوه. الله اعلم هو شكله ايه، الله اعلم هو منين، الله اعلم اسمه ايه الحقيقي، طبعا ما حدش عارف. بس اللي هو زا بومر ده، تمام، هو اللي خد المسابقه لان يعتبر اول واحد شارك. كان في تحدي بينه وبين احمد تيتو توتو، بس هو عدى احمد توتو، وكان كمان اللي هو نعمان ده، تمام، كانوا الثلاثه دول احمد توتو ونعمان وزا بومر، كريم نعمان وزا بومر، كانوا الثلاثه دول في تحدي اول ناس تبدا. بس اللي خلص على القناتين الاول اللي هو زا بومر ده، لكن كريم نعمان خلص على قناه تدريب كلاب البحيره وصبر زي ساعتين ثلاثه، وبعد كده بدا ان هو يشتغل على قناه تدريب كلاب ومضيق زمنهور. طبعا
كل ده كنا احنا متابعينه وكنا رصدينه، وبنخش كمان على الجروبات نشوف المشاركات كانت شكلها ايه. تمام، بصوا يا جماعه، بالنسبه طبعا احنا قلنا النهارده كده مين اللي خد المسابقه ديت، مين اللي خد جزر العصافير. حضرته حابب ان هو يشرفنا يجي يستلمهم، مش عايز يستلمهم طبعا ليه الحريه. تمام، لكن جزر العصافير دلوقتي موجودين بتوعه. اتمنى من زابومر ده ان هو يكتب لنا رقم التليفون بتاعه في تعليق تحت الفيديو ده. تمام، رقم التليفون بتاعه في تعليق عشان احنا نتصل بيه تحت الحلقه ديت بالظبط في التعليقات بتاعتها. تمام، عشان احنا نتصل بيه ونقول له ان هو يشرفنا ونتكلم معاه ونقول له ان هو يشرفنا ياخد جزء العصافير بتوعه. تمام، تعالوا بقى نخش المسابقه الثانيه يا جماعه. يا ريت اللي ما فهمش مننا في المسابقه الاولى يفهم مننا في المسابقه الثانيه. المسابقه الثانيه على جوزين حمام انواع كويسه. تمام، طبعا شبابات زغليل كبير مش هتفرق، المهم ان جوزين حمام انواعهم كويسه. طيب المسابقه الثانيه نعمل ايه يا كابتن؟ لان في يا جماعه ناس في المسابقه الاولى ما فهمتش وكان واضح ان الناس بتعلق مش عارفه هي بتعمل ايه. كل اللي عليك طبعا، كل اللي عليك انت، عندنا 100 فيديو، عندنا 100 حلقه من على قناه تدريب كلاب هوم دوجز منهور وتدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. طبعا 100 حلقه بتاخد من هنا 50 وبتاخد من هنا 50. تمام، 50 حلقه من على قناه تدريب كلاب هوم دوجز منهور بتشاركهم، وتحت كل حلقه انت بتشاركها على جروب على الفيسبوك، بتكتب تحت الحلقه تمت مشاركه الحلقه على جروب كذا، اسم الجروب، وبعديها بتكتب حرف الاف. تمام، واضحه يا جماعه؟ انا هنوضح على قد ما نقدر، بس يا ريت تفهمني كويس. احنا المطلوب دلوقتي مشاركه 100 فيديو من على قناه تدريب كلاب البحيره 50، ومن على قناه تدريب كلاب هوم دوجز 50. تمام، 50 فيديو دولت يا ريت ما تاخدش الفيديوهات الجديده، خد من الفيديوهات القديمه اللي على القناه، يعني فيديوهات سنه 2017. تمام، فيديوهات سنه 2017، بلاش فيديوهات 2018 2019. تمام، طبعا هتبدا ان انت تشارك، حلو الكلام، هتبدا ان انت تشارك كل فيديو انت بتشاركه على جروب على الفيسبوك. بلاش تشارك على الجروب 3 4 فيديوهات او 5 6 فيديوهات، بالكتير خالص 3 فيديوهات اللي هم تشاركهم على الجروب. تمام، بالكتير خالص 3 فيديوهات تشاركهم على جروب واحد. تمام، هتشارك على الجروب وتكتب تحت كل فيديو تمت مشاركه الفيديو تمام على جروب كذا، وتكتب حرف الاف بعد التعليق بتاعك. تمام، ولو حضرتك القناه بتاعتك مكتوبه اسمك بالانجليزي اكتب لنا اسم حضرتك في التعليق بالعربي. واضح يا جماعه؟ نخش على قناه تدريب كلاب البحيره هكذا برضو، نشارك الحلقه تمام، وبعد كده بنبدا ان احنا نكتب تحت الفيديو تم مشاركه الحلقه في جروب كذا، والحلقات اللي انت هتشاركها بدايه من 2000، يعني تكون كلها سنه 2017، مش شرط بقى اول 2017 اخر 2017، مش شرط اللي انت تشاركه ده حاجه ترجع لك، المهم كله يكون 2017. تمام، وما تنساش تكتب حرف الاف بالانجليزي بعد الكومنت بتاعك اللي بتكتبه تحت الفيديو اللي انت شاركته. مطلوب منك 100 فيديو، 50 على القناه دي و50 على القناه دي. يلا بسرعه يا جماعه عشان نشتغل ونشوف مين اللي هياخد الحمام عشان نخش على المسابقه بتاعت الكلب الصغير، واللي هيكون جيرمان بيور من ولاد همر. تمام، طبعا انتوا شايفينهم تربيتهم عامله ازاي، فاكيد هيبقى في تشوق للمسابقه ديت. طبعا اللي كسب الاول مستعد ان هو يكمل معانا الثانيه، ومستعد ان هو يكمل معانا الثالثه، مش شرط ان انت كسبت تطلع خلاص لا. واللي طبعا عدى اللي دخل في المسابقه وما كسبش طبعا برضه في ايده ان هو يكمل الثانيه والثالثه ولحد ما يوصل للاخيره. تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورينا على قناه تدريب كلاب هوم دوجز منهور وتدريب كلاب البحيره. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك وتعملوا شير، وما تنسوش تشتركوا معانا وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.